كل مهنة وفيها تحديات كتير ما كناش نعرف عنها حاجة. شغل عالي شغل عالي. وزي ما كل شغلانة فيها حاجات تبان انها كدبات وانها بتستخبى علينا وما كناش نعرف اصلها، في كمان تحديات ما كناش نعرف انها موجوده، واحنا دايما شايفين الجزء اللطيف في كل مهنه. مهنه المحامي بقى فيها تحديات كتير، اولها مثلا حاجه انسانيه جدا، احساسك طول الوقت ان في مصير بني ادمين مرتبط بجوده شغلك، انت متخيل؟ دايما احس كده ان في مهن اللي حياه الناس التانيه مرتبطه بيهم دي صعبه جدا، ومن اولها ومن اهمهم مهنه المحامي. التحدي التاني انك طول الوقت تتعرض لضغوط كتير من نفسك، لو انت حاسس بتانيب الضمير او بالقلق او اي حاجه، ومن اللي حواليك، وطبعا من موكلك. التحدي التالت برضه يخص موكلك، انك تحاول تحسسه بالامان وان كل الامور بخير وانه لسه البراءه ممكنه، ده رغم ان الظروف ممكن تبقى عكس كده. التحدي الرابع انك او اي محامي يعني بيتعامل مع قضيه ممكن يدخل القضيه دي محامي سليم ويخرج منها مصاب بامراض عديده، ومن اهمها الضغط والامراض العصبيه لانه طول الوقت تحت ضغط زي ما اتفقنا. التحدي الخامس هي دايره معارفك. كنا بنقول احيانا ان في شغلانات اجمل ما فيها دايره العلاقات. المحامي بقى دايره معارفه عباره عن موكلين ومتهمين ونيابة ومحاكم، وهي دايرة كلها كده متحوطة بحكايات إحنا عارفين أولها من آخرها. التحدي السادس طبعاً طبعاً تأنيب الضمير. لو خسرت قضية، لو كان موكلك مظلوم وإنت معرفتش تثبت إنه بريء، تأنيب الضمير زي بالظبط الإحساس بالمسؤولية بس أصعب كمان. التحدي السابع رغبتك الطبيعية والمستمرة في إنك تطلع وتكبر وتتشاف وتتعرف زي المحامين الكبار يعني، لكن مشوار الصعود في مهنة المحاماة صعب جداً. التحدي الثامن مطلوب من المحامي شوية مقاومات كتيرة، من أول المكتب الشيك لحد المظهر الجميل جداً والمتظبط طول الوقت، وفي نفس الوقت تصرف كمان على حياتك والتزاماتك وإنت محامي لسه بتبتدي. التحدي التاسع دايماً بتحاول تقنع ولادك إنك محامي زي اللي بيطلعوا في التلفزيون دول، مع إنهم شايفين إن الواقع مش كده قوي. التحدي العاشر إنه في وسط ما أصحابك بيدوروا على شقة عشان يتجوزوا ويستقروا، أنت بتدور برضو على شقة بس عشان تعملها مكتب. خد نفسك شوية يا غالي وارجع نكمل شغل عالي.